انا بشارك في مسألة الأودع كرمال أراضينا ونحقق أحلامنا ونعيش بكرامة. لما رحت عزكين أول ما رحت قنصين علي طخوا علي وشردت، رجعت تاني طخوا علي كمان مرة وشردت، في المرة الثالثة بلف المقلاع وماسك العلم في إيدي ضخوني ونسع بالضرب في المقلاع لما ضخوني، واليهود تعمدوا إصابتي عشان انشهرت وشافوا صوري في كل مكان. وإن شاء الله بعد ما تتعافى رجلي حضرنا مستمر في صلاة العودة وكسر الحصان. بواصل رسالة لليهود بقول لهم مهما عملت ومهما ضخيت ومهما قتلت هنضلنا مستمرين. أنا بحمل علم في إيد والمقلاع في إيد عشان حيجي يوم وأحط علم فلسطين المحتلة والمقلاع بدافع فيه عن أراضينا.